فقرة هيلث لليوم يوم الاثنين اكيد مع دكتور حنينة ابي نادر يلي شرفنا على لبنان واقامة طويلة ان الله راد رح تكون لكل الناس يلي عبالهم يكونوا عم ياخذوا مواعيد عند دكتور حنينة او لاي استشارة صار موجود بلبنان قريب من الكل. اهلا وسهلا فيك دكتور حنينة. بونجور بلانش، ميرسي، شرفتنا اول شيء بالاستديو. دكتور اليوم رح نحكي موضوع له علاقة بالجلد، رح نتناول هالموضوع من كل الجهات، وكنت طلبت حضرتك ليستفيدوا المشاهدين كونك موجود معنا نفتح باب الاتصال لكل حدا عنده أي سؤال بده يطرح على دكتور حنينة أبي نادر. هلأ بيقطع الرقم قدامكم وطبعا بتكونوا أنتوا بتواصل مباشر مع دكتور حنينة أبي نادر. وتنحكي جلدنا، تنحكي بشرة، عم نحكي أورغان كتير كبير، صح، مسؤول covers the whole body يعني. اكزاكتلي. شو اكثر مشاكل بتصادفنا بهيدي البشره؟ يعني بتعرفي هذا الشيء حيميكي كليك واعطيك الشكل الحلو وبيرجلج الحراره تبع الجسم وبيمنع الانفكسيون وبيخليك تحسي بشعور حلو. يعني نحن البشره هي كمان دور انتي ستريس، فبالتالي بقد ما انت بتهتمي فيها بقد ما هي رح بترجع تعطيك ريفلكشن تبعك. هلا في كثير ناس بس يشوفوك من البشره تبعك مرتاحه او تعبانه، لما بتبلش من العيون الوجه ونزول. بس في شغله هيك كنت على طول اقولها ومظبوطه، اكبر عدو للبشره هي عكس ما الناس بتفكر هي الشمس، هو العدو الاول. اي متى ببطل عدو؟ هلا خاصه على بواب الصيفيه والطقس حلو، لما انت تحط الاكران توتال يحميك، واوقات كل ساعتين ثلاثه وفيك تاخذي لون. انا بفهم انه في ناس عم بيقولوا، وبلانش كمان انا وياكي حاكيين عن البشره وعن انه الفيتامين دي هو نص ساعه بس اول نص ساعه بعدين خلص فيكم تروحوا تحطوا الاكرام. هي كمان بتصور اهم مساج وبنكررها لانه هلا موسمها وهي كافيه مرتين ثلاثه بالجمعه بس بلانش. اوكي، فاذا نحن مثل ما انت عم بتقول دائما بنحب ناخذ لون، ومع انه كثير صار عندنا وعي بنعرف انه البشره كل ما تعرضت للشمس كل ما بتخطر كمان بتخطر يعني بسرعه. الواحد عمره 50 رح يبين 60، انا عم بقول لك اكيد هي بتخطر اكثر. انت يو ار دامجينج ذا دي ان اي، صح، والسلول اللي عم يعمل ريبليكيشن، عرفتي؟ لهيك انا عند الوالد ما كثير بيروح على البحر، يعني ما بحب، بشوفوه بيعطوه على طول 10 15 سنه اقل اصغر. هلا مش انه شيء جينيتيك انه سكليروديرما او شيء، لا، عم نحكي انه لانه في استوار not going to the beach and getting exposed to the sun. نياله يعني. دكتور، طب كمان بتحس انه هالبشره فيها ريسبتورز، يعني اذا نشفت بيقولوا لك يمكن عندك مشكله صحيه بمكان ما، اذا عملت بسورياسيس او بقع بيقولوا لك كمان عندك نقص مناعه، اذا غير لونها، يعني دائما وكان هي مرايه الداخل. اكيد. ليش هيدا الريليشن هالقد؟ اكيد ليكي، وهذا الشيء اليوم اللي حنضيفه كمان انا وياكي كمان عملنا مره حلقه بشره شو بسأل اذا في حكه، الحكه شو بسأل اذا جينرالايز او هول بودي. ليش؟ لانه للاسف بلانش 13% من الاولدر الكبار بالعمر لما يحكوا بكذا محل، يعني البشره اللي عم تقول له يحك، صح؟ لانه عندك بايل سولز، يمكن اشياء، يمكن يصفر، يمكن يكون راح يصفر، صح؟ يمكن يكون ريتبل، لانه هي بالنهايه في ماده الهيستامين كلنا بنعرفها، النير العصب عم يفرزها، فعم بتحس هذا الشيء. للاسف 13% عم بيرجعوا لاسباب كانسر، وهذا كان اليوم هدف نوصل لهذا المساج بلانش. كانسر، شو عم نحكي؟ كانسر مش بشر، كانسر اخر موجود بالجسم هو عم بيعطي هالانديس هي الحكي. صحيح، هوتشكنز، لوكيميا، الليفر بعيد عنا اكيد، كيدني، بانكرياس، البيج بوست. وهون باي ذا واي رايي غلط، يعني اجى عندي واحد عم بيخسر وزن، اجى عندي قال لي عارف كانسر طول لحظه، ليه؟ طلعت الغده، يعني الغده عملت شيء تشابه، يعني الغده عم تشيل كثير هايبر تايرديزم، عم تشتغل اكثر من زوم، عم تشتغل اكثر من زوم، عملت له حكه. خسر وزن، ليكي كيف اوقات الطب يعني لهيك يجوا لعنا نفحص نحن بنقول لهم، قال هو قرا عنا خلص انه خسرت وزن مع حكه. قلت له نو، هيدا تشخيصك وهيديك خلص شيلها. اوكي، الحكه عم نحكي حكه مزمنه، يعني كل نهار الانسان مش قادر يتحمل جسمه. اوكي، مش هي بس مزمنه، انتنسيفاينج، يعني هي بلشت عم تعلى، ممكن اخذتي بعض الادويه، اوكي، انتي هيستامين، حطيتي كريمات ايمولينتس، حطيتي اشياء بتساعد على تخفيف الوهج، ولا حسيتي انه شو عم بيصير؟ ريلابسينج، لا بسمع شيء اسوسييتد، الجلده صارت دراي، وهون على فوقها دراي يعني ناشفه، هون كمان نحكي عن الشمس كيف تعمل اوقات دراي سكن، وزياده لما تصير الغده كسوله، ايبوتايرويدسم
كمان بتصير دراي، يعني شو صرنا هون؟ الغده على الحالتين رح تعمل لك الحك. اوكي. فلانه كمان هون انه شو قلها علاقه بالغده؟ خلص احفظوها انه زادت عملها او خف عملها لانه عملت هذا الشيء، خلص حتسبب الحك. وقت نحكي بشره نحن عم نحكي جلد، اظافر وشعر، وقت نحكي سكن نفس العوارض، يعني وقت يصير في جفاف بالبشره بصير في تقطقه بالاظافر ونشف. انت كمان حسب السبب، يعني اذا عندك الفير، اذا عندك الفيتامين دي، اذا عندك فيتامينات بسات بيوتين، اذا عندك هود الاشياء، اذا مثلا اذا عندك سيفير اكيوت ستريس، بسطه الشعر بتضعف على 3 اشهر بقول لك يا الله حسيت شعري كثير، بس شو بيكون سيفير اكيوت ستريس وعم بتمد هون كمان بحس انه خف اكله، مال نيوتريشن، الاظافر صارت فيها شاشه، وحس انه البشره عم تتغير. هون ما عم نشيل انه طلع له بلاك سورايسيس اوتو اميون، الاوتو اميون سورايسيس عملت له وجع مفاصل، يعني اشياء اسوسييتد مع هود الثلاثه اللي ربطتيهم. بدنا نترك بين الاوتو اميون المناعه الذاتيه، غير قصه انه في اكيوت سيفير ستريس او شيء نقص من فيتامينز او حتى الحديد. لكن الحكه المزمنه والتصاعديه مثل ما حضرتك عم بتقول ضروري نروح دايركتلي عند الطبيب للكشف لفحوصات دم معينه، خاصه اذا في اني اسوسييتد فاكتور، تعبان، شبيك شاحب، صار لك فتره مش عجبني، مزاجك مش منيح، وزنك تغير. اكيد اكيد. هلا بالصيف بصير اكثر مناطق الجسم معرضه للخارج، بنبلش نشوف تشيت، بنبلش نشوف تشيت على الايدين، على الطيشات. ايه على الطيشات، صح، دغري اشربوا مي، اشربوا مي. اوقات الشميات بيغمق لونهم، اوقات بيطلع شميات جديد، فريكلز بيزيدوا. اكزاكتلي. بدنا نرجع هودي كلهم اوقات بينطروا، هيدا بيروحوا على مهلهم، هيدا لا ما بيروحوا على مهلهم، هيدا بحط كريمات، اوكي ليتشين كريم وكذا، داكور. بالنهايه نحن بنفكر شو انه كمان بايد عندنا ما يكون في شيء اسود، تاش سوداء ميلانوم. عندك البوردر تبعها irregular، اوكي، شاقله كبيره، اوكي، نعم، عم تصير مور بلاك، عم بتحكيها اكثر، والنظر تبعها مش عارف غريب. رح نكمل بس رح اخذ مدام ليالا عبسي معنا على الهواء. الو الو مدام ليال، حضرتك على الهواء، دكتور حنينة عم يسمعك، تفضلي. اوكي، راح الاتصال. كنت عم بقول انه كثير مهمه ايسيمتريكال، يعني البوردرز هي بتكون قابه عن الجلد، اوقات ترتفع اليفيشن وقابه وعم تكبر بسرعه او كبرانه وهيك سكلير على الظهر او حتى على التوز، مش انه بس نفكر انه اوقات بنتبه بكل جسمنا، صح؟ وعلى فوق هيدي ذكرتيني على عمر ال 35 اجباري كل واحد مره بالسنه يروح ليفحص كل سكن، يعني الحكيم ايه سكريننج هيدي، يعني بيشوف بلش من وجهه بيبروم وبينزل نزول وبيشوف كل الجسم، الحكيم بيفحص سكن، هيدي ريكومندد الاطباء بامريكا لانه ما بده يكون في شيء طالع، ذكرنا الميلانوم او حتى سكن كانسر نون ميلانوما، يعني ما تكون ضروري هذا الشيء، ولكن وي هاف تو تشيك فور ذا سكن. اوكي. بوب مارلي مات من وراء الميلانوما مش منتبه لها، فهي بتكون صغيره، يعني حتى في حكيم صديقنا كان عمره بالاربعينات طلع له على ظهره ما انتبه مدت. انت بدك تلقطيها على ستيج بكير بلانش، مش تكون ماده ستيج شريف. اوكي دكتور، الجفاف الايدين بنلاحظها وكعب الاجرين كمان بيربطوها بستريس، وفي من بيربطوها بالبسورياسس، وسؤالي هون ليش بتبين اكثر مثلا بالمنطقه اللي فيها برود اكثر من الشوب؟ يعني الجسم بصير يتغير حسب ال ليكي، هي دراي اند كولد اني، يعني هيك بيقولوا استعمل شيء اسمه لوك وورم. لوك وورم يعني فتره، لا هي بوث، بس مزبوط ممكن بالكولد ينتبهوا اكثر. اول شيء هون بدك تمشي تما تلقى، كنا عم نحكي رح تلوع على اليست انفكشن، انت بدك تمشي مع مشي كمان ما تمشي عافيك، اولسو تو جيت ليس اكسبوزد، لانه هي شو بصير انت ممكن تلقى ليست انفكشن بين الشمس والمي والرطوبه. أوكي. وبين هالغيار الفجائي انه انت دعست محل سخن نزلت فجاه محل سقع فايس فيرسا. حكيت عن الدراينس، ايه بصير في تشققات اللي حكيت عنها، وانت ما عم تحط ايمولينس على البحر، صح، مانك ماشي ماسك لابس مشيتك، ايه، وبلس شو يمكن جينيتيكلي بريديسبوزد ما عم تسبب مي في ديهايدريشن، كل هودي كومبايند مع اكيد هون ما فتنا بعد تفاصيل المي اذا فيها كلور واذا عنده الرجي. رح ناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور يا هلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. سوري بدي اسال دكتور حنينه شو السبب اللي بيصير معه الانسان سبورياسيس وشو الحل للسبورياسيس؟ اوكي،
ما في سبب اوتو اميون وي دونت نو ريلي ذا كوز. في كذا باتوفيزيولوجي يوجولي نحن بنقول خلص سابو ات جينيتيك ذا كوز از نوت ريلي كلير اور نو ستيل ديبيتبل سو وي كانوت ريلي بريزيوم. قلنا انه اذا بنرجع على البيديجري فاميلي هيستوري ممكن يكون في ناس عندها يس. فاذا الكلمه كي اوتو اميون مناعه ذاتيه بترك ببالي مش بس انه في هالبلاك اللي بيزعجه في كمان اذا بدك اوقات وجع المفاصل وقلت ثقه بالنفس والمزاج اللي بيوطى. فهيدا انا كمان اللي بحب اقوله انه في يمكن 10% منهم عندهم وجع مفاصل كمان. هلا العلاج عن جد هيدي انا بعطي علاج وبحول لدرماتو. ليه؟ لانه العلاجات من كريم لادويه اورال لابر يعني حتى الابر المرضى تبعي جبناهم من فرنسا كانوا مقطوعين هون ابر يلي هن بيقضوا على المناعه. بس في عوارض للابر تضعف مناعته للشخص بينتبه ما يلقط انفكسيونات اكثر لانه انت عم بتطفي الاميون سيستم. اوكي فكلكو بار في عوارض جانبيه بس تتعايش بس في ابر بتنعمل ايه بصير في فلير اب تتعايش معها اوقات بتزيد بتنقص اوقات اكله معينه تصيبه معينه تقس معين بصير في فلير ابس بتطلع وبتنزل بتطلع بتنزل بالاخر بيوصلوا مرحله ما رح اعطي هلا اسم الابر وهن غاليين بصير ينعطى ابره بالشهر مثلا ابره ولا بالمناطق يلي فيها هالمشكله ابره بالعضل او يس اني يعني الحكيم بيعملها اوكي بتعملي هالابره اند زين مش لا مش بمطرح ما عندك سوريس صحيح سو مش ابر كورتيزون بالجلد يعني ايه لان هي بتشتغل سيستماتيك ما بتشتغل على اللوكيشن تبع سوريس لا هي بتعرف انه على مطرح سوريس بينعطى اوقات كريمات هذا فينا نسميها معروف مثل الدرموفات اتسترا عرفتي كيف؟ وهون بقول لمرضى السكري وزيت السمسم هيدي اي دونت نو عن جد زيت السمسم هلا شيء جديد ما بعرف اذا حدا عنده اكسبيرينس خبره يعني اوكي للترطيب يمكن ايه اللي عنده سكري هون بدي اقول اللي عنده سكري ينتبه اصلا على كل هول اللي ذكرناهم انا وياكي اللي عنده سكري ينتبه على كل هول اللي ذكرناهم انا وياكي يلي هن انه مش حافه ما عم بحس بالوجع جرح اجره بيلقط اكثر فانجل انفكشن مرضى السكري بشكل خاص اعملوا معروف انتم اللي انتبهوا اكثر بكثير من غيركم. اوكي جون عم بتقول لي معنا اتصال. اوكي الو الو مرحبا مرحبتين في تواصل مع الدكتور اكيد مين معنا؟ ابراهيم محمد تفضل استاذ ابراهيم. مرحبا دكتور اهلا تفضل. بدي اسالك عن سبب ظهور دهنيات صغيره بالوش. دهنيات؟ نعم شو اللي عم يظهر على الوجه؟ حبوب دهنيات بالوجه. اوكي بس بالوجه. اوكي فيها تكون جينيتيك فيها تكون مره من الحلقه الزقريبه على العيون اللي معه الكوليسترول على الرقبه اذا لي بوم سم تايمز وي دونت نو. برجع بقول انه عن جد في اشياء مثل الاكني ومثل اللي بوم وكذا ذا دكتورز زي دونت نو واي ذي ار بريزنت زي جاست تريت ونحن بنقول له unclear cause يعني في اشياء معروفه مثلا بعيد عنا كانسر بالكبد مصفار هيباتيت سي اوكي بنعرف بنقول له السبب وبنقول له مثلا لا كحول تؤميون اوكي في كثير اشياء بنعرف اسبابها بس في مثل هود الاشياء الاكني السورايسيس بعض الدهنيات هذا اللي عم بقوله يعني مرايه الداخل هي البشره اوكي بس اوقات تعالجي حتى لو ما عرفتي شو السبب لانه انت بدك تعالجي هون بدك تشوفي بشو اذا كبيره صغيره انتبيوتيك للوجه كريم او اوقات عمليه اذا كبرت أوكي. ولكن كمان مش معناتها انه مش موجوده بالعيال قلنا مش وهي بحب على طول موجوده انه بحبش في حدا بالعيله بلس مش انه ستريس لانه ستريس قلنا بتخربط النورمال فيزيولوجيكال بروسس اوف ذا سيلول يعني كل خليه بتتخربط وستريس فيكون كل شيء فيكون سكري فيكون عصب فيكون كذا شغله واخر شغله بلانش يلي هي انه الاكل مثلا اكله غلط حر دهنيات ما عم بيعمل رياضه عم بيتعرض لشمس او لوزر بوليوتد كمان ممكن يعملوا شيء نعم مثل ما ذكر وحضرتك وضح الدهنيات اللي بتطلع نافره يعني بنفتكرهم تواليل بيطلعوا على العيون اوكي ايه او يعني زنتولوما او زنتولاسما حسب وين مواقعهم اوكي انا هون بالاعمار كبيره على طول بطلع فحص كوليسترول اوكي واذا على الرقبه على الرقبه ليكي في كثير حالات شفتهم رقبناها سنتين ثلاثه ما حبوا يعني ما حبوا يشيلوها بلانش سامبلومون بعدين بور دي كوز كوزمتيك او هو ليرتاح نفسيا او مرته بتكون عم تقول له شيلها سيرجري هينه هي فوق الجلد صح مش الكيس اللي هي بيفور لا هي حسب
البوما تحت الجلد. أوكي. كل شيء تحت العيون الكزانتلسما او كزانتلوما يعني اللي بيطلعوا حسب بالوجه او بغير مناطق بالاجر، لا هذول فوق الجلد لانه هن طلعوا من الجلد وطلعوا طلوع بروجكشن. صحيح. سو في فرق بين البوم فاذا والثاني. صحيح. لكن على الرقبه اشاره لل ما في اشاره شيء، انت بس تشوفي انه مش ليبوساركوم، تطمني انه مش عم توجع، بتفحصيها او الترسا طمني اوقات تيلو وي فولو اب، ما تخاف. لا اذا في اشياء ثانيه عرفتي خطره هون قليله صراحه على هالحالات، نو هون بننتقل لجنرال سيرجن. هلا كل شيء برافو عليك، الفكره انه كل شيء فوق الجلد ممكن يكون من الكوليسترول. صحيح. أوكي. كمان اتصال. الو بونجور. بونجور يا هلا بلانش، مثل العاده من بيضة الاو تي جي وبيضة الدنيا كلها. حبيبتي ميرسي. دكتور حنينة بونجور دكتور، يعطيك العافيه. بونجور ميرسي. دكتور انا بسمع لي بدي اسال سؤال خارج عن البشره، بس جد حابه اعرف يعني في ثلاث عوارض عم بيجوا مع بعضهم بيعملوا كريزا من وقت لوقت، مثلا واحد بيكون قاعد بزكيم بصير عنده نوزي لعين نفس. أوكي. وبدي شوي نفسه هيك، شو بتكون هي العوارض؟ إلها علاقة بشو؟ بالمعدة بالقلب؟ وبيزكم كتير يعني وليلة وبتروح يعني العوارض، بس ياخد بنادول الإنسان وهيك قصص. طيب وليش نسينا أول شيء الرئة اللي هي الأكسجينيشن؟ أوكي. وليش مين قال إنه الأكسجينيشن إذا ما كانت هلسي والنفس ما بنعمل كومبريشنز ونوزي وكل هدول؟ أنا بالنسبة لي ممكن تكون لها علاقة بال تدخين. اوكي تدخين. اكيد. أوكي. بس شو الفحوصات؟ شو الـ شو الـ شو الـ شو عم نحن شو بنعرف عنه الباسيون ك هايبرتنشن ك يمكن هيستوري اوف الكحول الادويه اللي عم بياخذها؟ هون نعمل صوره صدر. انا يعني تدخين دغري بعمل صوره صدر. نعم. بس ليش سمينا المعده؟ هي اوكي بتزيد الالسريشن بالمعده، بتصير انه زيد داكور اكيد، ووجع بعد الاكل واتس باد. مين قال مش الاوزوفاجايتس؟ عندك صار انفلاماسيون دو الاوزوفاج رفيو مور رفيو شخاف، يعني ما بنسكت عليها اذا عم تتكرر. انا اكيد بلش سيستماتيكمون، بس بلش فكر اول شيء بالروايه، بفحص الروايه بالسماعه، انا جو باس على الابدومن عرفتي. طيب ما بدنا يكون عندنا كرونيك بانكرياتيتس مثلا، نحن عم نشرب كثير كحول، نحن نمط حياتنا غلط كرونيك. طب اذا ما كان عندنا مشاكل يعني ما بنشرب اكلنا صحي ودائما عندنا هيك، بدنا نقول له عن جد خفف النيكوتين. يو نو انا بعرف ناس عن النيكوتين وقفوا صار نزي، كتروا صار نزي، وقفوا صار هيديك وجع راسه تريمرز وعصبوا وعرقوا ولا دخيلك. بتعرفي في عندك ويزدرول اوف ذيس دراج انا بسميها، عرفتي كيف؟ وبالنهايه عيشوا هيلثي. خلص لبنان عنده مناخ حلو هلا وصيفيه، ليف هيلثي لايف. انا ضد التدخين ما بدخن. الو الو. ايه بونجور. يا هلا بونجورين، تفضل. بدي ازعجك بقدر احكي مع الحكيم؟ اكيد دكتور عم يسمعك، تفضل. اوكي بونجور دكتور. تفضل. اهلا. ليك قلبي، في بالخد من جوا من وقت لاخر بيطلع هيك ابسيه حبه وبترجع بتفضى، اوقات بكبسها انا بتفضى بتعمل مثل عمل شيء هيدا وبتروح، اوقات بتروح لحالها، بس كل مده بتعبي. شو هيدي؟ فيها تكون افتس ما بعرف اذا ulcerated يعني بدي اشوفها، it could be many issues. هل يا ترى فيرال هيربس؟ هو بدخين وهيك حياته بتدخن حضرتك؟ شوف اللسان، اللسان في عليه ابيض لوكوبليكيا. اللون اول ما بتعبي بتعمل لون عادي، بعدين بس بصير هيدا بصير لون غامق. ما يكون جريحه عامل انفكسيون بالمخمض؟ لا لا، المخمضه على طول مخمضه وتفرش اسنان. في ابسي حبه بتعبي من وقت لاخر جوا يعني. ايه ولا ازعج. وغير مطرح بتعبي بالخد زيت بالميل زيت. اوكي. هيدا تيبيك تيبيك براسي عندي تشخيص، بس تيبيك ما فيك تشخص الا ما تشوفيها، بيكوز اوقات بيشوفوها ببعض. صح. وين اللوكيشن؟ المهم مش على الباليت، على الخد. وهيدي يعني بنطمنه، عرفتي كيف؟ بيعالج بمخمض ادويه للوجع وبتروح بتجي وكذا، ولكن كمان فوق اليوم كله المواضيع اسبابها غير معروفه، كمان وي دونت ريلي نو وات از ذا كوز، عرفتي كيف؟ بس لها علاقه كمان باللايف ستايل تبعه. انا بعرف كمان بالمناعه وقتها بتاخذ دواء انتي انفلاماتوار او بتكتر او بتقشط المناعه ببينه ولا؟ اذا خربت الاميون سيستم تبعه ات كود بي. اوكي علاجها اجمالا بيعطوك الحبه تبع اليست مره، واوقات بخوفوك بيقولوا لك لا بلاها كما انه اوقات هي منها لوحدها مثلا فيها تريكيات تولجو اللون ادويه للوجع مخمضه كريمز اتسترا، بس اتس ذا تيبيكال كيس اي وود لايك تو سي. اوكي. لانه ما حدا حتى الاي ان تي لما يشوفه ايه يعني ليك شو عارفه مش عامل ابسيه بدها كلتشر مثلا. هلا هيديك بحطوا زيت السمسم، هي بحطوا لها طحينه.
صباح الخير. الو، يوم حلقه صعبه علي مش عم بعرف. الو، هيدي الطحينه. الو، يا هلا، تفضلي. اي بونجور. بونجور. انا ظهر عندي شبي على تم معدتي. انا ما عم بسمع عندي رجعي ديري. هلا يلا تفضلي. اوكي، بونجور حكيم. بونجور تعالي. ظهر عندي حبي بعد وفاه زوجي على تم معدتي، كل ما بعصب هيدي الحبه بترعاني بشكل مش معقول، بتروح وبتجي. اوكي، ظاهرة حبي يعني جي مثل ناعمة على الجلد، انه مش عامل شيء طالع لبرا. ما في شيء طالع لبرا. اوكي، لا بس عاملة حمرة، بس احس بستريس بتبلش ترعى بشكل مش معقول. اوكي، ما تكون يعني الحكاك تاعها مش مستمر. اوكي، نعم. اوقات باليوم مرتين، اوقات بتغيب يومين ترجع بتحكني. هيدي الشغله ما بعرف. اوكي، الى تقريبا 100 يوم معي. نعم نعم. بتعرفي اليوم حيلا شيء بيطلع على الجلد، حتى انا عندي اصحاب درماتولوج، بس بعتي له الصوره شو بقول لك؟ ما بيجاوبك، ما بيعرف، بده يشوفها. صحيح. هيدي مدام فيها تكون كذا شغله، فيها تكون بكل بساطه درماتايتس. فيها تكون هي على الستريس حكتها، جرحتها، عملت انفكشن صغيره، اكيد الستريس بيزيد الحك، اكيد، لانه انت عم تزيدي الاعصاب عم يتضربوا وعم تزيدي مور هيستامين، اكيد يس بتحمر وبتصير، حتى مش بس بتحمر بتصير مور سخنه اكثر. اوكي، مور هوت. هلا فيها تكون العلاج من كريم لبرا، كريم لوكال انتي بايوتيك، الانتيبيوتيك اورال اذا طوليت وهي مع سكري. يس لها علاقه بالستريس تبعها، باكد لها. بس التشخيص فيه يكون سكن انفكشن، سيلوليتس، يعني بيقدر بس تحط الكريم. عرفتي كيف؟ اوكي، بيقدر تحط بس الكريم. يعني اذا ما اضطرينا ناخذ هون كلتور، لانه هدول ديكا اتيبيكال كيسز، هودي يعني هود ديكا انه لوكاليزي اول شيء، ثاني شيء انا مثلا هي قالت لي بس هون بفحص ذا هول بادي شوف ما في شيء ثاني، بس بلا انه خلص هيدي انفلاماسيون سكن انفلاميشن، هيدي الكلمه اللي بقدر هلا اقلها اياها. ليش بتوع عند التعصيب؟ شو الكوز تبعها؟ لانه قلنا النير سبحان الله هو اللي بياثر، هو اللي بده يفرز هيدي الماده اللي بتعمل هالورم والاحمرار والوجع وسخنه، هودي هن الاربع اشياء اللي بتعملهم هيدي الهرمون. اوكي، يعني الجسم بيتجاوب مع الاوردر اللي بيعطيه راسنا. وايكم سامعوا يعني انت ما بدك بس كبه خلص انه ايه. This is why بتشوفيهم لما يصيروا ريلاكسي، قالت كلمه برجع بتروح، اذا اخذوا حبه انتيستامين، اذا ناموا مزبوط. هلا ممكن تروح وحده ايه، ممكن انه تزيد كمان ايه. هلا اذا حكتها شو بيعملوا؟ بصير عندها بليسترينج، بتخزق بسكين وبصير تزيد. اذا في شيء هونيك يست انفكشن، يعني ليش انا قلت انفلاسيون؟ بالانفلاسيون عم غطي انا فطريات. أوكي، يعني عم غطي الديفرنسيال تبعي، بس شوفها حشخصها بالنظر. نعم. على كل حال دكتور حنينة، باقي هالشهر كله بلبنان كمان، اذا بتحبوا تستشيروا في التاشات يلي بيطلعوا على الظهر وبيربطوهم دغري بالجلايساميك اندكس او بالتكيسات على المبيض، وكتار بيقولوا معلش شي بكره على البحر والبسين والشمس بيختفوا. ليش بصير عندنا هول التاشات للجلد بس باخذ اتصال قبل؟ اوكي، وفي تحت البط عند المدرسه. اوكي سكري. يلا هلا بنحكي عنها. الو الو، صباح الخير، حضرتكم على الهواء. الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضلي. بدي اساله، انا في عندي تصبغات صار عندي بوجهي. نعم. هيك من لمايلة ورا عند الرقبه. نعم. وبعدين بطني وعلى صدري عبزيزي صار يطلع كمان هيك نقط سوداء مغامقة. نعم. مش عارفه شو السبب، اذا بتعمل معروفه. بلاك كوميدونز بالوجه وزادو. الوجه والرقبه ممكن يكونوا مع العمر، في اوقات اذا كانوا بلاك كوميدونز بنعمل تنظيفات. اوكي، اوكي، وريموف زام. اوقات بنحط في انواع اكسفوليشن يعني بينعمل؟ ممكن اذا كانوا كتار وبلاك كوميدونز، هي يعني عم تقول انه نقط سود. وهن ممكن يكون كمان علاقتهم مع الايج. لكنه فينا نعمل تنظيف، فينا نحط كريم الانتيبيوتيك على فوق بروف اذا كثير كثير، ما بعطي بس توبيكال، بعطي اوقات اورال انتيبيوتيك. اوكي، بس نحن عم نحكي شيء على البشره من الخارج الى علاقه مباشره بعمر السود هيك كثير. عم بتقول هي بلش بالوجه. انا شايف كثير بلاك كوميدونز بيكونوا على الطرف، يعني هلا اذا نزلوا كثير بتصور على الوجه اكثر شيء، ما بينزلوا فريمون. نعم، فلكان علاجهم انتيبيوتيك كريم او حبوب اذا الحاله شفت سكن اصعب شيء، بيكوز يو اولويز هاف تو لوك.
واوقات ما بتطلبي ولا اي فحص، بس على النظر وبتسالي كم سؤال وتفحصي. صح. سو اتس وان اوف ذا بيوتيفل، لانه شو قلنا شوي فيها تكون المشكله من الجلده، وفيها تكون لا علاقه بأورغان، والأورغان ربطنا من غده مثل هلا كمان بدك تشرح لي، لكن عن التصبغات يلي بنشوفها وإلها علاقه بجسمنا. خلص هي انا هيدي رولز، اكثر سكري اكثر بريديسبوزينج تو فاميلي جينيتيك ايشوز. وبس بدنا نزيد اخر معلومه، ينتبهوا مرضى الجليز هن كمان معرضين لهالشيء. كمان اتصال. الو الو، يا هلا، بونجور. بونجور، تفضلي. حياتي، بدي اسال الدكتور، انا بس من اجري من تحتي بيطلع لي تفشات بالنيه، وفي معهم بقع بيضة، بروح على البحر كمان عم بيقوى اكثر. شو السبب؟ بتياسس قلبة معقول، الطشات بسمون ممكن ناشفين ولا يعني بيقشروا؟ لا ناشفين. ناشفين يعني بقع بيضة، بقع بالنيه كثير، بس من تحت من اجري. من تحت اجاز اسمه العطشات. نعم. شفتي كل واحد منا بده يجي، ونحن بنحول على الدرماتولوج. صح. لانه شفتي فيها تكون ماشي، وفيها تكون صار زمان عندها، وخلص انه ما في الارمينج ساين. الارمينج ساينز هن انه انت عندك هذا الشيء عم بيتغير فجأة بشكل كثير كبير، لونه اسود اكثر، مع انه انتبه على الوجه في اوقات بيكون احمر. حد اللبس او نور، يعني ما ننتبه عند الكبار بالعمر اللي عم بيراقبونهم جلدهم اذا رفضوا يروحوا عند الطبيب. أوكي. وعلى طول استوار، يعني العمر اكيد بين العمر، مع العمر كمان الجلد بتتعب، سو ار مور اكسبوز. مش على طول العلاجات تنفع، وقت تاخذ كثير وقت. صح. قلت مش وقت بيروحوا وحدهم، شايف انا اوقات راحوا بسنين. في كثير كلمات، ناس بتتحسن على كلمات. صح. وناس بتقول ما، واللي عم تحكي الست كثير واضح، لانه بالشتاء بنكون دائما لابسين سوكس وبوت، ما كثير سو يو دونت اكسبوز ات اند ذن يو ريموف هالفرق تمبراتور، هالدراينس، هالتغيير باللون، فيكون كمان بكل بساطه شرطون التمبراتور والسان لايت. واذا كانوا منشفين افضل ينقشروا ويتعالجوا ولا يتركوا يهروا لحالهم؟ اهم شيء نحن ما نحركش، هو عم بيصلح حاله بحاله. اذا في كثير دراينس الايموليونتس، الايموليونتس يعني هي كل شيء رطب بالمنطقه هونيك، ما نقربهم كثير على الدفايات، بس موسم صيفيه ما نحك مي سخنه، قلت لوك وورم، يعني نتحمم مي فتره، ما كثير نعرضهم لاكثر كولد اكثر هوت، او نحكهم او اللايت، او نحن نجروحهم بضفيرنا وناكل اشياء بتطلعهم. في اوقات ناس كمان ياكلوا حاره فوقها، بصيروا يحسوا الوهجات زادت، انواع اكل معينه اتسترا، نكمل عادي نتحرك، ما يكون في معهم اشياء ثانيه ورم. اوكي. واهم شيء انه تو فولو اب. اوكي. هلا في ناس بتعيشوا مع الحاله 20 سنه، بيجوا عندي صار لي 20 سنه انا هيك. نعم. خلص. نعم. كمان اتصال. الو. انا ما قلت لك وقت التلفزيون. يلا، وهلا عم تسمعنا وانت على الهواء، اهلا وسهلا فيك. يلا. تفضل، دكتور عم يسمعك. بدي اقول له في بجري تحت، كنت بالمستشفى وعانيت من القلب وهيك. نعم. طلع لي بجري، بس طلعت من المستشفى على شكل حبابات رمل على السقام، ورجع صار يطلع لفوق، بس على القلب بجري بالسقام كثير، بالساقين كثير، بس على الفخاد على جنب فخاد يمين وشمال قليل شوي. اوكي، شو لونهم هالتشات؟ هن صغار كثير اي نظر، يمكن على دني او افتح من دني. اوكي، وقتها بتكبس على الجلد بيروحوا وبيرجعوا ولا بضلهم معلمين؟ لا، قاسيين. قاسيين. كدمات؟ كان بالمستشفى وعمل مشاكل بالقلب. وقت البلاكات، اكيموسز، بريشر ألسر، any kind of infection. دواء عم ياخذوا، نحن بننسى انه في اوقات وي تيك ميديكيشنز بيعملوا سايد افكت على السكن. I would like to know more history. ليك اعطيتك اسباب جديده، عرفتي كيف؟ اوكي، تينتبه يعني بده يفحص إذا في التهاب شي محل، فحص دم شامل لنعرف. في وجع عم بتنقبع الأوقات، لأن صراحة بتنقبع الجلد ببين من جوا، لا ساعتها بنحط له بنغطيهم بأنتيبيوتيك لوكال، عرفتي؟ بنسكرهم بماش، المهم هو نوت تو جيت اكسبوزد اني مور. أنا بقبل يبعث لي صور تحت الهواء، ما بيأثر تشوفهم، بس إنه هي ترى هن إكيموسز، عرفتي كيف؟ إنه كمان كدمات. اوكي، خلينا ناخذ منك جواب على السؤال. ما بعرف اذا بعد معنا اتصالات. معنا اتصال؟ اوكي، لا يلا، لكن عن التشات اللي لهم علاقه بالتكيسات على المبيض او الجلايساميك اندكس يبقى عالي. ايه،
اللي على الظهر يعني بيفتكروهم حب شباب بيطلعوا لا هن تشل. ايه الاكنتوسز وهودي عند مرضى الكبار بالعمر بتحس بصيروا يسودوا تحت الباط. هيدي كمان ساين انه ممكن تكون عنده سكري. ليكي على الظهر بتزيد النسبه بس هيك مش كلهم بيعملوها. اوكي هون بعد ما حكينا عن الايتيمانودوزوم واشياء ثانيه بتطلع بالجسم اتس فيري ديتيلد ميديسين بتلبك اكثر المشاهد. نحن عم نقول له ريد فلاج تعال عنا وفحص اللي ما راح يعمله كل سنه مره تشيك اب على بعد 35 نصير عمرنا 35 بنعمل فحص مره بالسنه للبشره ككل. بدي اقول لك شكرا لك دكتور حنينه ابي نادر. طبعا مزيد من اللقاءات فيكم تتابعوا دكتور حنينه ابي نادر عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي. برجع بذكر انه موجود اليوم بلبنان لغايه اخر الشهر اذا الله راد. فاصل بسيط مشاهدينا من بعده لحتى تتابعوا فقره للاتيكيت مع مارلين سلهب ومنتابع.